السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد في الصحراء المغربية. اخيرا وصلنا المحبس. ها هي اخوتي، ها هي المحبس، هذه هي المحبس. اجواء ممتعه، غادي نكتشف لكم الجديد على المنطقه ديال المحبس 2023. وديما مغرب والصحراء المغربية، وديجا جينا باش نصوروا هنا. إذن كما كتشوفوا أخوتي، حاليا المنطقة ديال المحبس، ونرفع الراية المغربية ونرضوا على الأعداء، والله ينصر جلالة الملك محمد السادس وعيش ملكنا. هذه هي المحبس أخوتي، الصحراء المغربية هي هذه المنطقة، رائعة جدا، الكارم ودرجة الحرارة مرتفعة. هاي أخوتي الراية المغربية، ديما 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 ديما، حيت أخوتي كنصور بواحد اليد، راكم عارفين الراية ما نقدرش نوضحها مزيان باش تبان لكم، ولكن رفعوها امام المحبس. هاهي المحبس، هاهي اخوتي، المنطقه ديال المحبس. يا سلام يا سلام، شحال زوين المحبس، اش غادي نقول لكم، رائع جدا. هاهي البلاكه ديال المحبس، الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، برافو الجيش المغربي، قوات المسلحه الملكيه. اذا هذه المنطقه كلها المحبس، المحبس في الصحراء المغربيه، اللهم بارك. واو 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 واو، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام يا سلام يا سلام. اذا الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، دائما كنديروا الجوله ديالنا، وهذه المره الرابعه جينا للمنطقه ديال المحبس، الرابعه، المره الرابعه، جينا الاول، جينا الثاني، جينا الثالث، الرابعه دابا. ونتمنى ان شاء الله هذه الفيديوهات تكون واحد التفاعل. المهم جينا نكتشفوا الواقع. اذا الهدوء، الاستفزاز من الجزائر، ها المنطقة ديال المحبس، ها المحبس، حاليا كنتوجه في المحبس، فينا هذاك الشيء كيقولوا الأعداء ديال الوطن، باش نكونوا واضحين، وتينديو في أخوتي في هاد الاتجاه، تينديو في هاد الاتجاه فاش كاينة، ماشي قدام، تينديو كاينة في هاد الاتجاه، كاينة الطريق تما، يقدر تمشي زيد 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 حتى لتينديو، حدا الصحراء الشرقية أرض مغربية، إذا تينديو في أرض مغربية، أدرار أرض مغربية، بشار أرض مغربية، الصحراء الشرقية. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير. حاليا كتوجهوا في الصحراء المغربيه، ماشي الصحراء الشرقيه، ولكن نتمنى ان شاء الله المغرب استرجاع الصحراء الشرقيه، وعلاش لا نمشيو للمنطقه ديال تندوف ونكتشفوا لكم مزيد ان شاء الله. والتضامن ديالنا خاص في تندوف، استرجاع المغرب الصحراء الشرقيه، هادشي كنتمنوا، حيت المغرب عنده الوثائق استرجاع الصحراء الشرقيه، هادشي كنتمنوا ان شاء الله بحول الله. والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائي، ها المحبس. واو 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 واو، شوف اخوتي، شوف، اللهم بارك، شوف، اوه اجواء كالم، شوف ها هي المحبس، شتيها الاخوان، ها هي هذه المحبس، المحبس حاليا ها هو 2023. اذا كاينين بعض الاشغال تبدل المحبس، كما خلينا تبدل دابا، كاين الاشغال ولا زوين المحبس، ولا الصحراء رائع جدا، ولكن درجه الحراره مرتفعه. المحبس، ها هي المحبس، اش بان لكم، عشتي كاين شي واحد يقدر يوصل لهذه المنطقه؟ راه ماشي انا جي وصل لهذه المنطقه ديال المحبس، باش نكون واضح، راه السبوع الشرفه، الا ما كنتي السبع الا وصلتي هنا، حيت شي واحد قال لك ما تقدر كاع توصل للمحبس، حتى الا وصلتي ليه، الا كنتي راجل سير للمحبس وصور لنا المحبس، الا كنتي راجل هاني، هذوك الاعداء ديال الوطن اللي كيقولوا الهضره على الصحراء ديالنا، هاني في المحبس، هاني هاني بالرايه ديالي، هاني في الصحراء المغربيه وانا مرتاح. ها انت كتشوف، ها باش نكونوا واضحين، هاني في الصحراء المغربيه وقريبا المعبر القرقرات، حتى هو غنمشيو للمعبر ديال القرقرات، نمشيو للعيون، نمشيو لطنطان، نمشيو للداخله، نمشيو اي بلاصه. ايوا الاجواء هادئه، هذاك الشيء اللي كيقولوا الاستفزاز من الجزائر، نهائيا ما كاين حتى شي حاجه، باش نكونوا واقعيين، ها انتوما بصوت وصوره، بقات البث المباشر في التيك توك، بقات الاستفزاز على المغرب، هاني في الصحراء المغربيه، هاني ها انتوما كتشوفوا، هذه هي الصحراء المغربيه، وحاليا المحبس، المنطقة عسكرية، هنا فاش كاين الجيش المغربي وكاين العسكر، باش نكونوا واقعيين، شوفوا تبارك الله، اللهم بارك. إذا نتمنى الإعجاب ديالكم، إذا جينا باش نكتشفوا لكم الحقيقة، ولا شيء، ولا حاجة، سمعتوا شي حاجة؟ والو، كالم، الجيش المغربي كيدوز هنا ويمشي هنا، إذا
الحدود ديال المغرب راه كاين فيها اتجاه، تندوف كاينه فيها اتجاه، الصحراء الشرقيه باش نكونوا واقعين، الصحراء الشرقيه كاينه فيها اتجاه، الصحراء الشرقيه ارض مغربيه كاينه فيها اتجاه في الشرق. وهنا المنطقه ديال المحبس، هاد البلاصه كلها المحبس، المحبس عندكم الحوانت وعندكم السوق تما فاش كيكون ديال المحبس في هاد الاتجاه. ايوا نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى البارطاج ديالكم. فين بلاصي بزاف هاش غادي دير، كنعتذر لكم حيت ما كاينش فين تبلاصي هنا، وفي نفس الوقت الطروبيلات قلال هنا كيدوز فيه غير العسكر، فهمتوا البلان غير العسكر، وفي نفس الوقت عندي غير 8 دقائق هنا غادي نزيد. هذه هي الصحراء المغربيه، الله اكبر، الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، ديما الصحراء المغربيه، هاي رفعوا الرايه المغربيه، ديما 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 مغرب، ديما ديما مغرب والصحراء المغربيه، هاي اخوتي ها هي نجمه الملايين. واو 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 رائع جدا، نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمناو، نتمنى التشجيع ديالكم، نتمنى البارطاج ديالكم. اذا راه كنضربوا كيلومترات كثيره باش نكتشفوا لكم الحقيقه ونردوا على الاعداء ديال الوطن، ونقول للاعداء ديال الوطن ها احنا كنتوجهوا في المحبس ولا شيء ولا حتى شي حاجه. برافو الجيش المغربي، برافو القوات المسلحه الملكيه، برافو المغرب والصحراء المغربيه، ستبقى مغربيه الى الابد، ستبقى مغربيه الى الابد، صحراء مغربية والمغرب في صحرائه، صحراء مغربية والمغرب في صحرائه. انتهت الأمور، المحبس شوف المحبس أخيرا، بزاف في المحبس. ديجا كنا كنهضروا لكم قلنا لكم نجيو للمحبس، الحمد لله تحقق الحلم، الحلم ديال بزاف تحقق من جديد، جا المحبس. اللهم بارك. إذا أجواء رائعة جدا، ممتعة، أجواء جميلة، نتمنى الإعجاب ديالكم، نتمنى الإشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، والصحراء المغربية والمغرب في صحرائه. اللهم بارك. واو 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 المحبس. درجة الحرارة أخوتي مرتفعة، هذا هو المشكل، درجة الحرارة مرتفعة في هذه البلاصة. المحبس. انتوما كتشوفوا المحبس، واو 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 واو، يا سلام 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 على الصحراء المغربيه. هذه المنطقه حتى هي عسكريه، هذه البلاصه كلها فيها العسكر، والمهم المنطقه ديال المحبس هي هذه، والعسكر اللي كيدوز في هذا الطريق باش نكونوا واقعيين. نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. اش غادي نقول لكم، انا ملي كنجي للصحراء المغربيه كنتمتع وكنكتشف الصحراء المغربيه، وكنحس بواحد الاحساس رائع جدا. اذا كندير واحد المجهود، راه ماشي غير اجي للصحراء المغربيه، الصحراء المغربيه كتبغي التحدي، كتبغي الرجوله، كتبغيك تكون قوي، ما تكونش خواف، حيت اذا كنتي خفتي ما غاديش توصل لهاد البلاصه، حيت صعب صعب توصل لهاد المنطقه اللي كيقولوا عليها الاعداء ديال الوطن صعيبه كذا كذا. تشويش، اذا واحد التشويش، واحد الخوف كيديروه في الناس. انا الحمد لله دائما كندير النيه ديالي، ودائما كندير الجوله ديالي، ودائما كنبارطاجي شي حاجه جديده على الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. اذا اللهم بارك، كما كتشوفوا المنطقه ديال المحبس، ونتمنى ان شاء الله التشجيع ديالكم، ونتمنى البارطاج ديالكم، هذا هو الواقع. دائما نديروا المجهود ديالنا، دائما كما كتشوفوا العسكر غادي يبان لكم حاليا، هو العسكر، هذه البوطه ديال العسكر، رفع يده هكا، حطاني التحيه باش نكونوا واضحين، هذا عسكري حطاني التحيه، دار لي هكا، شكرا شكرا لكم، شكرا للجيش المغربي، شكرا قوة المسلحه الملكيه اللي دائما اللي كتدعمنا وكتشجعنا. حيت سولت واحد السيد تما قال لي كنتفرج فيك، قال لي انا متابع ديالك حقيقي. وهذا السيد حتى هو اللي سايق الكاميو ديال البوطه اللي كيدي الماء ربما للعسكر، حطاني التحيه، دار لي يدو هكا، حطاني التحيه، شكرا لك، شكرا لك بزاف الى شفتي هذا الفيديو، ونتمنى ان شاء الله نقدم لكم ما افضل بحول الله، والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. تحياتي.